إن شاء الله الملتقى عند الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أطفال نايمين، أشلاء، أطفال أشلاء. هذا الهدف، هذا الهدف الرئيسي، لكن صامدين، وإن شاء الله صامدين، لو حتى بتقطعونا كل هيتنا صامدين 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 في أرضنا، وإن شاء الله حتى التحرير. والملتقى عند الله إن شاء الله، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل زعماء الدول العربية قاطبة، اللي العالم كله هذه حرب صليبية على الإسلام بس، مش أكثر. على كل من يقول لا إله إلا الله هذه حرب عليه بس، مش أكثر. مش قصة إنه فلسطيني ولا حرب على الإسلام، اجتمعت الصليبية كلها على الإسلام. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أطفال أشلاء،